طبعا كل الناس قاعده مستنيه نتيجه الثانويه العامه، وده بقى الطبيعي بالنسبه لاولياء الامور وبالنسبه كمان للطلبه. لكن خلينا برضو نقول ان اللي حصل حصل، اللي انت عملته في الامتحان هو اللي هتشوف نتيجته في النهايه، فبلاش توتر. لكن مع حاله التوتر الموجوده كمان ده بيخلي الناس او بيدفعها لان هي تروح على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع اللي موجوده على الانترنت عشان تشوف بقى ايه، تشوف بقى نتائج، وللاسف نتائج مش حقيقيه ونتائج مزيفه. النتائج اللي احنا شفناها، ويمكن انا دخلت على موقع من هذه المواقع لقيته كاتب نتيجه اوائل الثانويه العامه لعام 2023. دخلت على الموقع جوه لقيته طبعا عمال يكتب في معلومات ملهاش علاقه خالص بالنتيجه، وفي نهايه الصفحه بتاعته لقيته حاطط صوره لاوائل الثانويه العامه كاتبين بقى بره في العنوان بالاسم والصوره، فدي حاجه تطمع وتشجع الاهالي ان هم يدخلوا عشان يشوفوا نتيجه الثانويه العامه. لقيت الصوره اللي في نهايه الموقع جايب نتيجه الثانويه العامه بتاعت 2022 اوائل 2022، وكاتب هذه الصوره بقى، ده جوه بقى، يعني سيبك من العنوان اللي بره حاجه، اللي جوه حاجه ثانيه خالص، كاتب ان دول اوائل 2022 وسيتم تحديث هذه الصورة بعد ما تعلن النتيجة ونعرف مين هم الأوائل. طبعا وزارة التربية والتعليم باستمرار بتهيب بالناس وبتهيب بالأهالي بعدم الانسياق وراء هذه المواقع. أي موقع بقى تلاقي فاتح يقول لك دخل رقم جلوسك عشان تاخد النتيجة، كل الكلام ده عاري تماما عن الصحة، وأكدت على أن القائمة المنشورة لا علاقة لها بأوائل الثانوية العامة، وأن القائمة المنشورة كمان ده في قوائم تانية، يعني في قائمة كمان لعام 2015، يعني دي قائمة اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيها دي 2022 يمكن محدثة شوية، في واحدة تانية بقى 2015. لكن النتيجة خلاص الوزير كان أعلن قبل كده أن نسب النجاح الحمد لله عالية وكويسة مش وحشة مقارنة بالسنوات اللي فاتت، أعلن أن النتيجة هتعلن في بداية هذا الشهر، وكان في مفروض مؤتمر النهاردة يعلن فيه عن الأوائل لكن المؤتمر تأجل. عايزين نعرف المؤتمر اتأجل هيبقى امتى وتفاصيل اعلان النتيجه. معانا محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. يا استاذ محمود مساء الخير عليك. يا استاذنا مساء الفل. يا اهلا بيك. المؤتمر الاول عشان بس ايه نطمن الناس، المؤتمر اتاجل امتى لو عندك معلومه؟ هو ما فيش مؤتمر اصلا كان متحدد له النهارده. كمان مع اخر يوم في امتحانات الثانويه العامه كانت لجميع الطلاب ادبي وعلمي وعلم علوم وعلم رياضه، وزير التربيه والتعليم سجل فيديو اذاعه مجلس الوزراء ان نتيجه الثانويه العامه هتكون في اول اغسطس. وبالتالي زي ما حضرتك كنت بتقول المواقع، بعض المواقع والسوشيال ميديا هبلوا اولياء الامور. احنا عندنا 785,000 طالب في ثانويه عامه، يعني 785,000 بيت مصري عندهم ثانويه عامه. تمام؟ كل شويه يا رقم الجلوس خلال نتيجه الثانويه العامه خلال ساعات، دخل رقم جوزك وحصل على النتيجه، اوائل الثانويه العامه وما الى ذلك. خلينا نتحرك بس في الاول بعض المعلومات المؤكده عن نتيجه الثانويه العامه. اعتماد نتيجه الثانويه العامه ان شاء الله باذن الله هيكون يوم الاثنين القادم بعد بكره. تمام. الاعتماد هيكون يوم الاثنين، اعلان الاوائل هيكون يوم الاثنين بعد اعتماد النتيجه، واعلان النتيجه بشكل رسمي هيكون يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله 1 اغسطس. ربما تزيد ساعتين، ربما تقل ساعتين، ولكن مجلس الوزراء اعلن من نهايه الامتحانات، وزاره التربيه والتعليم اعلنت من نهايه الامتحانات ان نتيجه الثانويه العامه في بدايه اغسطس. فبالتالي من يسال عن حاله الهلع والخوف اللي عند الاهالي هي مواقع التواصل الاجتماعي من ناحيه، والانسياق وراء صحيح. هذه ما هو الاهالي لو ما دخلوش على هذه المواقع فمش هيكون عليها ريتش، فبالتالي هيبطلوا نشر هذه الاخبار المزيفه. بس خلينا برضو نقول ان الاهالي معذورين، يعني حضرتك عارف انت القاعده بتاع الغريق بيتعلق في اشياء، ولكن بما ان هم بيتعلقوا في اشياء فاحنا ممكن نديهم معلومات تطمنهم جدا. يعني نسبه النجاح السنه دي مرتفعه عن السنه اللي فاتت وعن اللي قبلها، المجاميع مرتفعة عن السنة اللي فاتت وعن اللي قبلها. كان في مكالمة بيني وبين الدكتور رضا حجازي من شوية، هو قال لي هتشوفوا نتيجة السنة دي هتفرح كل بيت في مصر. ده جزئية مهمة جدا. ده جزء. الجزء الثاني، من يعادي الطالب في وزارة التربية والتعليم أو في الجهات المواطنة بالتعليم؟ لا أحد يعادي الطالب. فبالتالي صح. في شفافيه، وزاره التربيه والتعليم اعلنت النهارده واعلنت امبارح وبتعلن نسب النجاح اول باول. الاسئله اللي كان عليها خلاف في الامتحانات في بعضها توزعت درجته، في بعضها الطلاب حصلوا على الدرجه كامله فيه. فبالتالي هناك مراعاه للطالب في كل انحاء منظومه الثانويه العامه من الامتحان للتصحيح وما الى ذلك. طيب. اليوم النهارده اللي كان بعض كاتب ان في مؤتمر صحفي لاعلان النتيجه، اليوم النهارده اصلا وانا بتكلم حضرتك دلوقتي الوزير والمساعدين والدكتور الاستاذ خالد عبد الحكم والدكتور رمضان وكل المسؤولين عن نتيجه الثانويه العامه قاعدين دلوقتي في المدينه التعليميه بيحصروا الاوائل. ويوم حتى يوم الاثنين مفيش مؤتمر صحفي. والثلاث ربما ما يكونش في مؤتمر صحفي، ربما تكون في كلمه مسجله او مؤتمر صحفي.
للوزير، ولكن اعلان النتيجه بشكل رسمي يوم الثلاث ده امر مفروغ منه، اعتمادها واعتماد الاوائل يوم الاثنين ده مفروغ منه. تمام. طب انت اتكلمت بس عن نقطه دلوقتي وانت بتتكلم عن التصحيح، تصحيح المواد وتجميع الدرجات، هل الموضوع كله بيتدخل فيه العنصر البشري ولا في جزء مثلا بيبقى الكتروني خالص؟ بص حضرتك، احنا دلوقتي عندنا الامتحان 85% اختياري فده بيتصحح الكتروني، و15% مقالي ده بيتصحح يدوي، ولكن هذا العام تم استحداث حاجه آلية جديده ان كل ورقه سواء الكتروني او ورق او مقالي، سواء اختياري او مقالي، اثنين مدرسين بيصححوها ورا بعض. في حالة ان هم الاثنين اجمعوا على نفس الدرجة للطالب، الطالب ياخدها. في حالة ان هم اختلفوا على درجة للطالب، بيدخل خبير ثالث عشان يأكد حق الطالب فيها او يلغيها. حلو. وبالتالي يعني كل طالب دي حاجة طالب. طبعا طبعا يا استاذنا، ما فيش حالة حد خلق حالة القلق اللي موجودة دلوقتي غير السوشيال ميديا. يعني وزارة التربية والتعليم طلعت قالت يا جماعة النتيجة في 1 أغسطس، مجلس الوزراء طلع قال يا جماعة النتيجة في 1 أغسطس، النهاردة الوزارة مطلعة بيان بتقول يا جماعة تحرر الدقة احنا لسه في مرحلة التدقيق، امبارح مطلعين بيان مجلس الوزراء أول امبارح نفي الشائعة. طب الدولة هتعمل إيه تاني والجهات المناطقة هتعمل إيه تاني؟ يا جماعه اطمنوا، النتيجه يوم الثلاث والوزير هيعتمدها يوم الاثنين وهيعلن الاوائل يوم الاثنين، نسبه النجاح مرتفعه، المجاميع مرتفعه عن العام الماضي، هل دي مش رساله كافيه لطمانينه اولياء الامور؟ طبعا، ومش واحد بس اللي هيصحح، ده واحد زي ما انت قلت وواحد ثاني ممكن واحد يدخل يفصل. طبعا مفيش حاجه اسمها لجان الاكابر، مفيش حاجه اسمها الطلاب كانوا بيغشوا مع بعض، مفيش حاجه. احنا كل اللجان اللي كان فيها امتحانات كانت مراقبه بالكاميرات، وكان في غرفه مركزيه للكاميرات دي في وزاره التربيه والتعليم ما يشبه الفار بتاعه الكوره. طب ده حلو قوي. لو طالب مثلا ما عجبتوش النتيجه، مش مقتنع بيها، او يعني ما كانش بيذاكر وكان بيقنع اهله ان هو بيذاكر وقال لهم نعمل تظلم، لا دي تمشي ازاي؟ حاجتين يا استاذنا بقى في كلام حضرتك، حاجتين. في طالب حاسس بالمظلوميه فبالتالي عنده التظلم، هيقدمه وهيروح يشوف ورقته وهيطلع عليها ويشوف اجابته كل حاجه. انما طالب خايف من اسرته عشان خاطر هو كان وعده بمجموع كبير وجاب مجموع صغير، هل تتحملها الدوله المصريه والجهات المختلفه؟ لا طبعا، بس هو هياخد نفس الخطوات برضه، هيروح يقول لاهله عشان نعمل تظلم. لا، النتيجه لو اعلنت يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله هتكون في المدارس يوم الخميس، هيبدا التظلم من يوم الاحد. يحق لجميع الطلاب التقدم بمتظلم، والسنه دي اقول لحضرتك معلومات مهمه جدا في موضوع التظلم، هيبقى في كنترول للتظلم في كل محافظه عشان الاهالي ما يروحوش في الجو الحر ده كلهم لكنترول واحد. هيجي لك كنترول في محافظه المنوفيه، وكنترول في اسوان، وكنترول في شمال سيناء، وكنترول في كل حته. اتفضل روح قدم التظلم بتاعك عن طريق الدفع الفوري، وهتشوف ده ورقتك، هتقول هي ولا مش هي، ودي السؤال اللي انا مجاوبه ولا مش هو، لان انت تطمئن بشكل كامل. فبالتالي كل ما هو يطمئن الطالب ويطمئن ولي الامر، الدوله المصريه موفراه بشكل كبير جدا، وهي والجهات المنوطه بالمنظومه التعليميه. طيب ده عظيم جدا. بعد كده بقى ندخل بقى في قصه التنسيق بعدها. دلوقتي نفس حاجة بتقوله في فكره اعلان النتيجه، ظهر دلوقتي فعلا، تخيل ان في مواقع وبعض الصفحات تنشر الان التنسيق بتاع الطلاب. هل الريتش كمان والجري ورا الترند يا استاذنا استخف بقلوب الناس لهذه الدرجه؟ طيب هو مش المفروض يعني ان المكاتب التنسيق بتشتغل بعد النتيجه ما تعلن؟ مظبوط. طب ده الف ب انها بيطلع لك ايه المؤشرات المبدئيه لكليات الطب وكليات القمة، دي مؤشراته هو. ايوه، عايز حضرتك بص، هو بيحصل ايه برضه في التنسيق يا استاذنا؟ وزاره التربيه والتعليم بتعمل حاجه اسمها الشرايح. الشرايح دي بتاخدها تبعتها لوزاره التعليم العالي، بتسلمه النتيجه بشكل شرايح. لو كليات الطب بتتطلب 23,000 طالب، فبندي له شريحه فيها 24,000 طالب اللي هم الاوائل. دول اتفضل، دول اللي ممكن تعلن عنهم انهم دول بتوع الطب. دول بتوع الصيدله، دول بتوع الهندسه، وبناء عليه التنسيق بتاع التعليم العالي يبنى على شرائح وتنسيق التربيه والتعليم. النهارده اللي بينشر تنسيق كليات قمه ده، يا اخي ايه اللاف اللي انت بتعمله في الناس ده؟ مش ممكن. والاهم والاخطر، المواقع شغاله دلوقتي يقول لك ابعت لنا رقم الجلوس وحول ب 100 جنيه مش عارف ايه واحصل على نتيجتك فورا. هتجيبوها منين؟ يعني النتيجه موجوده دلوقتي للأسف تحت عين الاجهزه الامنيه وتحت عين الجهات المنوطه في المدينه التعليميه في اكتوبر، وقاعد دلوقتي الوزير وانا بكلم حضرتك وكل المساعدين وما الى ذلك. الراجل اللي قادر يخترق المنظومه ويجيب نتيجه مقابل 100 جنيه، 100 جنيه يا راجل طب غليها شويه، يعني 100 جنيه ده قليل قوي. صحيح. طيب انت كصحفي متخصص في شؤون التعليم، ملاحظ ان نسبه دايما الاوائل بيكونوا من المدارس الحكومه؟
بص حضرتك الاوائل من البنات كمان عشان برضو نديهم حقهم من البنات كمان. معلومه مهمه برضو ان الحصر المبدئي بتاع الاوائل ما بين 35 ل 40 الف طالب دخلوا دلوقتي في مرحله المراجعه النهائيه. ربما يكونوا 35 وربما يكونوا 40 او ما بينهم. ده جزء. الجزء الثاني طلاب المدارس الحكوميه وخصوصا التجريبيه تبع وزاره التربيه والتعليم هي اكثر المدارس اللي بيطلع منهم شريحه الاوائل. السنه اللي فاتت واللي قبلها يمكن فكره الولد والبنت، الولد تفوق شويه، خلينا من الحزين للراجل شويه بقى، ادي له حقه. طب والله كويس، رفعوا راسنا. الحمد لله يعني. فالسنه دي الحصر النهائي بيتم، النهائي بيتم النهارده ان شاء الله باذن الله بالليل او بكره الصبح بالكثير هيكون قائمه الاوائل خلصت بشكل كامل. تمام. عايز بس اوجه رساله للجميع ان مش وزاره التربيه والتعليم بس متحكمه في النتيجه ولا جهه معينه، ده بيتم رفعها الى اعلى الدرجات في الدوله للاطمئنان على صحتها عشان خاطر في الاخر كل طالب يبقى حاصل على نتيجته مظبوط. طيب مفيش نتيجه دلوقتي لسه يوم الاثنين او يوم الثلاث؟ مفيش تنسيق دلوقتي عشان الناس اللي كانت يوم الاثنين الاعتماد، الاثنين الاعتماد والنتيجه يوم الثلاث. استنوا النتيجه يوم الثلاث ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. زي ما قال لكم النتيجه هتعتمد يوم الاثنين وهتطلع يوم الثلاث بالنسبه للاوائل، وبعديها على طول نتيجه باقي للطلبه. يا ريت بلاش ننساق وراء الاخبار، يا ريت لو عايزين نتابع او نعرف النتيجه او نعرف لو في جديد مثلا، يعني لو وزاره التربيه والتعليم قررت تاجل يوم لسبب او لاخر، فاحنا عندنا الصفحه الرسميه لوزاره التربيه والتعليم موجوده على الفيسبوك، وبما اننا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعه فممكن نكلف نفسنا شويه وندخل على الصفحه الرسميه ونشوف اعلنوا ولا ما اعلنوش.